في شركة هلا مثلا اللي بتصير الكلام الكثير. شركة هلا طول عمرها موجودة عشان تؤدي دور خدمي، ما هيش دعوة بالمعابر. بيدخل الواحد من المعبر بيحضروا له عربية مرسيدس، بتاخدوا العربية دي بتعدي بيه في سينا وتأمنه، توصله للفندق اللي هو عايزه، ويخلص ترجعه تاني مقابل مبلغ من المال. ودي ملهاش علاقة باللي داخل واللي خارج. اللي عايز اهلا وسهلا فيك. خدمة خمس نجوم انت عايزها؟ مش عايز تركب ميكروباص ولا كذا، انا بدي خدمة خمس نجوم، انا بعجز لك الاوتيل وبعمل لك كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة السيد إبراهيم العرجاني مؤسس اتحاد قبائل سيناء بيكشف عن معلومة الناس كلها كانت بتدور عليها، ولكن الغريب في الأمر إن المعلومة دي طبعا هي بتخص الفلوس اللي كان بياخدها أو بتاخدها شركة هلا اللي هو بيمتلك جزء منها واللي هنفصح عن معلومات عنها دلوقتي، الفلوس اللي بياخدها من الشخص مقابل التنسيق لخروجه من قطاع غزة، عبروا معبر رفح وسافروا أيضا من مدينة رفح المصرية إلى مدينة القاهرة، شاملة شوية حاجات كده زي الخدمة اللي بتقال إنها VIP. هل كانت VIP ولا كانت خدمة عادية والناس ركبت ميني باسز؟ الحقيقة قبل ما أقولك الكلام ده، اللي أنا مستغرب له هنا إن السيد إبراهيم العرجاني اللي ما بيخرجش أو يلتقي بأي وسائل إعلام مصرية خالص، التقى بوسيلة إعلامية أمريكية وهي مجلة نيويورك تايمز، هي المجلة اللي عملت معاه هذا الحوار، والتقى المراسل بتاعها في القدس اللي هو آدم رزجون، مراسل المجلة في القدس جه مصر ما تعرفش إيه اللي حصل، هو اللي كاتب هذا المقال، وكان معاه اتنين من محرري المجلة. بتكلم على فيفيان لي اللي هي مراسلة المجلة في القاهرة، وشخص آخر عربي. لكن أنا مستغرب أنه المراسل جه من القدس وهو بيغطي الأحداث هناك يلتقي بالسيد إبراهيم العرجاني أو ما يلتقيش، لكن هو اللي كتب المقال وبيقول إن احنا التقينا بهذا الرجل. فهو التقى بي في مكتب السيد إبراهيم العرجاني في القاهرة، والمكتب اللي فيه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مع إبراهيم العرجاني في صورة واحدة. ده شيء غريب بالنسبة لي لأنه محدش مصري قدر يلتقي بالسيد إبراهيم العرجاني أو يعمل معه حوار خالص. الحاجة التانية إن عنوان المقال مثلا بيقولك عندما يكون الاسكيب الوحيد أو الهروب الوحيد من الحرب في غزة هو أن تشتري ثمن هروبك أو ثمن خروجك، لكن طبعا الثمن غالي والخروج ما كانش خروج سهل. الخروج ده زي ما بقول حضراتكم كان وقت ما يسمى بالتنسيق، والتنسيق وقف في 6/5. ليه انتهى التنسيق في 6/5 وخروج الفلسطينيين؟ لأنه إسرائيل احتلت معبر رفح، الجهة الوحيدة اللي كان بيخرج منها الفلسطينيين إلى العالم الآخر أو إلى العالم الخارجي. السفير الفلسطيني في القاهرة حاليا بيقول لمجلة نيويورك تايمز معلومة غريبة شوية. المعلومة دي بتقول ان في 100,000 فلسطيني دخلوا مصر في وقت الحرب. طيب 100,000 يعني رقم كبير، رقم ضخم، لانه عدد سكان القطاع، عدد 100,000 في عدد سكان القطاع تقريبا 5%، فالرقم كبير اول حاجة. وبعيدا حتى عن الرقم الكبير، 100,000 شخص يدبروا المبالغ المطلوبة منهم واللي اتقالت من قبل الناس اللي هي خرجت وسافرت، قالوا ان الشخص الادلت او الكبير اللي فوق 16 سنة بيتطلب على الراس الواحدة $5,000، والشخص اللي اقل من كده بيتطلب عليه $2,500. في وسطاء من الجانب الاخر ومن الجانب المصري بينسقوا الموضوع وبياخدوا الفلوس دي ويخلصوا الامر لهؤلاء الاشخاص. اللي انا مستغرب له او كنت مستغرب له، لان الحقيقة المعلومة اتضحت فيما بعد، اللي كنت مستغرب له زي ما بقولك ازاي 100,000 شخص قدروا كل واحد يدفع $5,000 او $2,500 لو طفل. هل الفلسطينيين معهم الفلوس دي كلها؟ الحقيقة ان في تطبيق او وسيلة معينة اتبعها كتير جدا حسب نيويورك تايمز من الناس اللي سافرت واتت الى القاهرة. الناس دي اتبعت طريقة عبر الانترنت، وهي الدخول عبر منصة GoFundMe. منصة GoFundMe هي منصة داعمة للفلسطينيين، تدخل عليها وممكن كمان الإسرائيليين. بتدخل عليها بتقول ان انت فلسطيني، بتحط صورة الباسبور بتاعك او اي حاجة، وبتطلب تقول ان انت محتاج مساعدة، محتاج مساعدة عشان علاج، محتاج مساعدة عشان تعليم، محتاج مساعدة عشان الديبارتشر او الرحيل. وده اللي عملوا كتير من الفلسطينيين، وقالوا ان هم في منطقة مهددين وحياتهم في خطر وطلبوا المساعدات من GoFundMe. ده مش كلامي، ده كلام المجلة.
والمجلة جابت الكلام من الناس اللي جات مصر وسافرت. ففي شخص دكتور اسمه سالم غايدة، الراجل ده جه مصر وعشان ينسق لخروج أسرته اللي هو والده والدته أخته بنت أخته الناس قرايبه، قال لك أنا جيت القاهرة وسافرت ورحت مكتب شركة هلا في القاهرة. الشركة كبيرة وفيها مكتب يعني في مبنى متعدد الأدوار زجاجي ملون، ولقيت ناس كتير واقفين يجي 40 شخص منتظرين فتح مكاتب الشركة في الصباح، 2 موظفين. وقال لك أنا طلب مني 100 دولار، طلبوا مني 100 دولار كورق ورسوم وإجراءات في البداية. فطبعا لما سألت المجلة السيد إبراهيم العرجاني في مكتبه في القاهرة هل حصل وانتوا بتاخدوا 100 دولار من الأشخاص في البداية عشان السفر، قال ما حصلش، وهو وقع تحت يعني شرك أو خداع النصابين اللي هم الوسطاء اللي يعتبروا غير شرعيين في المنتصف. لكن الحقيقة السيد إبراهيم العرجاني قبل ما أقولك الرقم كام اللي بيحصل عليه من الشخص اللي كان بيعدي زي ما قلت لك توقف الأمر، خلونا نسمع مع حضراتكم كلام النائب مصطفى بكري عن امتلاك العرجاني لشركة هلا والدور بتاعه في هذه الشركة. تعالوا نسمع كده الجزء المهم ده. أولا الشيخ إبراهيم زي ما بقولك عنده استثماراته وعنده أصدقائه في العالم العربي والعالم الخارجي، ويتحرك مش وحيدا، لا يعني في مصنع ضخم في سيناء هو مشارك القوات المسلحة. شركة هلا هو ليس الوحيد فيها، هو له 40% ومشايخ سيناء معاه و60% لجهات أخرى. أجي في شركة هلا مثلا اللي بتسير الكلام الكثير، شركة هلا طول عمرها موجودة عشان تؤدي دور خدمي، ملهاش دعوة بالمعابر. بيدخل الواحد من المعبر بيحضروا له عربية مرسيدس، بتاخده العربية دي بتعدي بيه في سيناء وتأمنه توصله للفندق اللي هو عايزه ويخلص ترجعه تاني مقابل مبلغ من المال. تمام، ودي ملهاش علاقة باللي داخل واللي خارج. اللي عايز اهلا وسهلا فيك، خدمة 5 نجوم انت عايزها، مش عايزة تركب ميكروباص ولا كذا، انا بديني خدمة 5 نجوم، انا بحجز لك الاوتيل وبعمل لك كل. جت هذه الشركة في 7 اكتوبر بعد عملية طوفان الاقصى وراحت توقفها وظلت متوقفة لفترة من الوقت. وصل سعر المقايضة على انه يجيبوا الناس للمعبر 30,000 دولار من بره بقى، من جانب اخر من اطراف بتتعامل بهذا الامر خارج الاراضي المصرية. خارج الاراضي المصريه، تعالوا يا جماعه احنا هنعمل لكم كذا كذا واحنا هنساعد وهنخليكم تعبروا، وهي جهه بالتاكيد مسؤوله يعني من الجانب الاخر، قصده حماس يعني. فالفلسطينيين استغاثوا بمصر، فمصر اضطرت تشغل شركه هلا مره اخرى. لما حصلت تجاوزات في النهارده 7 في السجن، 7 اشخاص في السجن واسمائهم موجوده نتيجة هذه التجاوزات. مين اللي عمل ده؟ الأجهزة الأمنية. طيب موضوع الجزء ده تحديدا أنا سمعته للناس قبل كده في بث مباشر، والجزء ده مهم جدا لأنه التجاوز تم التعامل معه من قبل الأجهزة، لكن إيه الفلوس اللي بيحصل عليها الشركة بتحصل على الشركة من الخدمة اللي بتقدمها الفي آي بي فقط؟ والحقيقة الفلوس ما قالش من الخدمات العادية بياخد كام، لكن هو قال إن أنا ما حصلش إن إحنا بناخد 5000 دولار على الشخص، إحنا بناخد 2,500 دولار على الشخص الواحد، ومش بناخد اي فلوس من الاطفال. ده مقابل ان انا بوفر له عدة خدمات. اولا بركبه عربية بي ام دبليو، ما قالش مرسيدس قال بي ام دبليو، بتاخده من رفح توديه القاهرة. رقم 2 بوفر له استراحة في الطريق. رقم 3 وجبة افطار وبتكون وجبة جيدة، ده اللي قاله رئيس شركة هلا. فانا بوفر الخدمات دي وبوصله للجهة اللي عايز يروحها مقابل الخدمة دي ودي الفلوس. والتكلفة زادت بعد الحرب لأنه في طلبات كتيرة كانت من الفلسطينيين للذهاب للقاهرة كتير، كان في ضغط، وبالتالي مع ارتفاع الطلب الأسعار بتزيد. فالراجل اعترف بالرقم لأول مرة 2,500 دولار. طبعا الناس قالت ان احنا يعني دفعنا مبلغ زي ده او اكتر، اللي هما 5,000 دولار اللي قالوا كده للنيويورك تايمز، قالوا ان احنا دفعنا 5000 دولار للشركه او لوسطاء ايا كان، الفلوس اتدفعت مش عارفين هم دفعوها لمين او عارفين، ما عنديش المعلومه بالظبط. دفعنا 5000 دولار، ركبنا ميني باص، خدنا وجبه فطار عاديه جدا، مش يعني مش عايزين نقوله مش حلوه، ورحنا القاهره في ميني باص، ما حصلناش على الخدمه التكييف والبي ام دبليو والكلام ده ما حصلش. فهو طبعا السيد ابراهيم العرجاني افصح عن هذه المعلومات لاول مره، محدش عارف يحصل على هذه المعلومات منه قبل كده. ارجع لك لموضوع جوفاندمي. جوفاندمي الفلسطينيين كانوا بيحصلوا منه على مبالغ ضخمه، مثلا
ناس اللي كانت جت مصر اللي نجحت في الوصول لمصر، يعني بنقسم الموضوع لاتنين، ناس نجحت فعدت لبر الأمان وناس لازالت بين الحياة والموت. اللي نجح وعدى لبر الأمان بيجمعوا، يعني مثلا أنا عندي الراجل ده اللي هو الدكتور اللي هو شغال أصلا في أيرلندا، الراجل ده جمع لأسرته وللعائلة بتاعته 25,000 دولار. ال25,000 دولار دول لسافر حوالي 5 أشخاص أو 4 أشخاص، يعني والده والدته أخته بنتها، يعني الناس دي كده. فجمع 25,000 دولار وقال لك أنا جيت عشان أنتقل لأعد المعبر وروح مصر أدفع ال100 دولار اللي هم التأمين، فوانا رايح خدت معايا ابني عنده 23 سنة عشان ما نشيلش احنا الاثنين ال25,000، او مشيلهاش لوحدي، اقسم الفلوس، عشان تقريبا ممنوع ان انت تشيل اكتر من 10,000 دولار او حاجة زي كده. فقدر ده يجمع ال25,000 دولار. ناس تانية حاولت تجمع من على جو فاند مي، يعني في ناس كان مطلوب منها تجمع 30,000 و40,000 دولار، قدروا يجمعوا 10,000، 5,000، 7,000. يعني الموضوع انت وشطارتك بقى، حسب ما تقدر تجمع بتجمع. فدي الطريقة اللي قدر بها الفلسطينيين يأتوا إلى مصر، قدروا بالطريقة دي يعدوا إلى الحدود المصرية بذكاء، بشطارة، بقدرة على الحصول على تبرعات من مؤسسات، يعني مش حكومية طبعا، مؤسسات خيرية شغالة في العمل ده. طبعا المفروض بحسب المجلة إنه الطلبة اللي بيدرسوا في مصر ما بيدفعوش الفلوس دي، والحامل جنسية أخرى غير يعني فلسطيني ومعاه جنسية أخرى ما بيدفعش الفلوس دي، عشان كده ممكن هو شخص بيحمل جنسية الأيرلندية ما دفعش لكن دفع لقرايبه. عندك ممكن أيضا الأشخاص اللي هم بيتعالجوا ما يدفعوش يعني فلوس زي دي. إسرائيل في المقابل ما سمحتش لأي حد إنها تعطيله حق اللجوء من سكان غزة. فيش حد لجأ لإسرائيل أو قابلته حتى لو معاه جنسية أخرى، ولم يعبر من معابرها أي شخص إلى دولة أخرى. ممكن مثلا في معبر اسمه إريز كانوا بيعدوا منه العلاج في الضفة الغربية أو في القدس، المعبر ده مقفول، محدش منه سافر عبر مطار بن غوريون مثلا أو أي مطار آخر. فكان الملاذ الوحيد هنا هو جمهورية مصر العربية ومعبر رفح. ولكن دي المعلومات اللي أفصح عنها في مقال مجلة نيويورك تايمز. طبعا إحنا بنقول المعلومة وبنوضح الموضوع بكل وضوح، ملناش تحيز أو تحامل على حد. أنا بنقلك وبوصف لك ما قيل في هذا المقال، لأني مش دوري أن أنا أفتي هنا في أمر أنا ما عنديش علم دقيق به، غير what is disclosed، يعني اللي بيفصح عنه في هذا الأمر، خاصة مع التكتم الشديد على معلومات زي دي في داخل الإعلام المصري أو من الجهات اللي عندنا في مصر. وده بيفتح المجال لأن احنا ناخد المعلومة من برة، وانه الغريب انه السيد ابراهيم العرجاني بيعطي المعلومه للخارج واحنا بناخدها من الخارج. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.